السلام عليكم. اليوم محاضرتنا عن الـ Management of Space Problems. الـ Space Problems شو نصر عندي؟ نصر الـ Space Problems من نسوي Premature Extractions of Primary Tooth. شو يعني أقصد بالـ Premature Extractions of Primary Tooth؟ يعني من نسوي Extractions للـ Primary Tooth بوقت not the exfoliation time مات مو normal exfoliation time مات مو normal shedding time. إلا مثلا عندي بهذه الصورة لو لاحظ بهذه الصورة أنه ال D بعده موجود وال E هو premature extracted tooth. أوكي، فبهالحالة أنا حتى أحافظ على ال space اللي تركه ال E فش راح أخلي space maintainer مثل ما اذا نشوفه بهذه الصوره. هذا نوع من انواع السبيس مينتينر اللي عندي هنا هو الباند اند لوب. لو ما خليت السبيس مينتينر شنو راح يصير عندي؟ السبيس بروبلمز راح يصير عندي سبيس بروبلمز مثل ما موجوده بهذه الصوره اللي هنا. اوكي، راح يصير عندي دريفتينج للسكس ميجالي بحيث ايش ياخذ السبيس اللي المفروض هو مخصص انما للاربشنز اوف 5. أكبر الصورة شوية حتى بك تشوفوها أوضح. زين، في الفايف جوا بعد ما زال بالبون ما رح يلقى له مكان حتى يطلع بي، فيضطر أما مثلا يطلع بكالي يطلع لينجوالي أو احتمال يبقى impacted tooth. أوكي، وهذا طبعا ممكن يسوي لي يعني مشاكل انه من راح يطلع بكالي او باليتالي. هذا راح ياثر لي استاتيكالي، ياثر لي على الاوكلوجن الالاينمنت اوف تيث، فهاي كلها اشياء تعتبر هي بروبلمز. بلانينج فور سبيس مينتيننس ديفلوبمنتس اوف اوكلوجن. نشوف هذه الصوره شلون متناسقه بها الاسنان وشلون عندي ديفلوبمنتس اوف اوكلوجن. خلي كبرها، شوف شلون انه شلون اني احصل هذا اصلا development of occlusion. اني شلون احصله انه من eruptions of primary teeth. تطلع بالبداية عندي primary teeth وكلها تكون alignments مالتها مضبوط ويقعد بشكل حلو، بعدين راح امر مرحلة transitional stage انه راح يبدي يصير عندي تظهر eruptions of permanent teeth، فيصير عندي mixed dentition، ووراها لا راح احصل على pure dentition انه كل البرايمري تيث يصير بيها shedding والاوكلوجنز ماتي احصلها فقط من البيرمننت تيث. زين، هذه الايفنتس اللي هسه احنا حكيناها وانه راح احصل بالاخير على اوكلوجن يعني مضبوط وستيبل اوكلوجن، هاي كلها راح يفيدني من ناحيه الفانكشنالي من ناحيه الاستيتيك واضافه الى الستيبل اوكلوجن. هاي حكيناها شلون انه شلون احصل على الستيبل اوكلوجن، شلون امر بمرحله يعني ترانزيشنز اور ميكس دنتيشنز. زين، when this sequence is disrupted، هذا السيكونس المرتب الحلو اللي احصل من خلاله على stable occlusions من انه يصير بي خلل. زين، هذا راح ياثر لي على الفاينل occlusal status of permanent dentitions. اكيد راح ياثر لي بالاخير على البيرمننت dentition مثل ما شفناها هسه قبل شويه بالصوره، مؤثر لي على الاربشنز مال permanent dentitions مو بقى الفايف مدى يلقى له مكان يطلع بيه. فبالتالي أنا أضطر إيش أسوي؟ أسوي corrective measurements. corrective measurements تنقسم إلى قسمين، أما عندي active وأما يكون passive. passive اللي هو space maintainer، أنا سويت extraction أخلي space maintainer، فهذا راح يعتبر passive مجرد حافظ مسافة. وأكو اللي عندي يكون active اللي هو الـ space regainer. هذا وين استعمله بهذه الحالة من أنه ما عندي space بعد يطلع بي مثلا هاي for example this من سويت extraction للفور عفوا للإي ما عندي مكان يطلع بي الفايف، بالتالي أحتاج هنا active
corrective measures اللي هو space regainer. واحيانا احتاج combinations، اني اوكي خليت space regainer احتاج ايضا وراها اخلي space maintainer حتى احافظ على المسافة الى ان يطلع permanent tooth. اوكي فالcorrective measures هذه حكيناها، ومثل ما قلنا اما يكون passive او يكون عندي active او يكون عندي combination. زين، عادة التوث راح يكون maintained in its correct relationships in dental arch as a result of actions of series of forces. التوث راح هو شلون انه يحافظ على نفسه يكون ضمن الدنتال ارش نتيجة الى وجود forces. اوكي forces مثل ما نلاحظها هنا، forces راح بحيث تربطه وتخليه بالcorrect position داخل الدنتال ارش. هاي forces بحيث اي خلل بيها او اي تغيير بيها وانه من يصير بيها removed، هذا راح ياثر لي على وضع التوث. اوكي شوف هنا الفورسز منين جايه ميجيالي وجايه ديستالي. منين ميجيالي؟ from the medial tooth. ديستالي from the ايضا adjacent tooth اللي هو distal tooth. اوكي جايه عندي فورسز بكالي from muscles of طبعا cheek و lingually جايه من التانغ. ونشوف هنا اللي صايره below the tooth ممكن تكون from the gravity of the earth، وممكن ايضا كلها تكون دائما دائرة التوث يربط بالسوكت عن طريق PD ligaments. شوف هذه الفورس اللي جاية من الأبر سايد، هاي منين جاية الفورس؟ هاي جاية من الأوبوزيت سايد، من الأوبوزيت سايد. هسه نقول شلون يعني هاي إلى تأثير معقولة؟ اي بدليل انه لو سوينا اكستراكشن للأوبوزيت سايد نلاحظ هذا التوث يصير بيه سوبر إيربشنز، او بالعكس اذا سوينا لهذا التوث التوث اكستراكشن نشوف بالاوبوزيت سايد التوث المقابله يصير بي سوبر ايربشن. فهي هاي الفورسز اللي تخليه ثابت بمكانه بالبون. زين اي تغيير او انه من هذه الفورسز وحده من عندها ريموفد راح يصير عندي تشينجز ان ذا ريليشن شيب اوف ادجيسنت تيث ويل اكر. زين بالادجيسنت تيث دليل انه راح يصير بيهم drifting. اوكي يعني اذا مثلا سوينا extraction للتوث الموجود ميجيالي لهذا التوث، ايش راح يصير بهذا التوث؟ راح يصير بي drifting ميجيالي. اوكي the early loss of primary teeth may develop problems such as هاي البريماتشور اكستراكشن للبرايمري تيث شو تسوي لي؟ اول شيء راح تاثر لي على الالاينمنتس اوف بيرمننت dentition. قبل شوية شفناها بالصورة شلون انه ما راح يلقى له مكان البيرمننت توث، يبدي راح يطلع بكالي او باليتالي، بالتالي راح يأثر على الالاينمنت. زين راح يسوي لي الاوبوزيت تيث كان بي سوبر ايربت، هاي سهم ذكرناها صار بيها سوبر ايربشنز للاوبوزيت توث. مور ديستال تيث كان دريفت اند تيب ميجيالي. منو الديستال تيث؟ مثلا اذا انا سويت اكستراكشن للاي منو الديستال توث هو 6، ايش راح يصير بيه؟ دريفتنج ميجيولي. ومنو اند مور فورورد تيث كان دريفت اند تيب ديستالي. شو اقصد بفورورد تيث؟ فورورد تيث يعني ميجيال تيث. منو مثلا الميجيال توث للاي فرضا ذا اكستراكت توث الاي هو الدي، فراح يصير بيه دريفتنج ديستالي. خمسة alter tooth positions، يصير تغير لو ما يصير بالtooth positions راح يصير، لأن يعني أنا إذا قلعت الإي مثل ما قلنا الدي راح يتغير position ما تصير بدrifting distally والسكس drifting medially. فإذا إيش راح يصير عندي؟ A symptomatic space deficiency نتيجة المن لل altered tooth positions. راح يصير عندي space deficiency، راح يصير عندي blocked
or deflected eruptions of permanent teeth blocked. بعد ما راح يعني ما راح يقدر يطلع البيرمننت توث زين، او deflected eruptions يعني راح ينحرف عن مساره ويطلع بغير مكان. An attractive appearance، اذا طلع بغير مكان مو راح يصير عندي an attractive appearance aesthetically، راح ياثر لي. Food impaction area شيء طبيعي راح يصير بهالحاله، عندي food impaction area ومن راح يصير عندي food impaction، بالتالي ايش راح يصير عندي؟ راح يزيد لي الكاريز and the periodontal disease. ليش؟ لانه هون food impaction وبلاك اوكي، وهذه الكاريز والperiodontal disease هو من الاساس الفورميشنز مالتها. induced by what؟ induced by plug. اوكي، فاضافه لذلك عندي كل الاذر نيجاتيف اسبيكتس اوف مال اوكلوجن نتيجه للالتر توث بوزيشنز، ومن ضمنها شنو هذه النيجاتيف اسبيكتس اوف مال اوكلوجن؟ من ضمنها نتيجه فور اكزامبل مال اوكلوجن ممكن يصير عندي تي ام جوينت بروبلمز، راح يصير عندي مسلز فاتيج، راح يصير عندي pain بالتي ام جوينتس سايتس، راح يصير عندي clicking. اوكي، شكو negative aspects للمال occlusions ايضا تكون مشمولة ضمن الaltered tooth position. فالaltered occlusal بالتالي راح يأثر لي، صار عندي يعني نتيجة تغير البوزيشنز راح يصير عندي alter بالoclusal relationship، وراح يسوي لي traumatic interference. قلت أني من ضمن traumatic interference انطينا example انه هو ال TM joints problem. مو بس ايضا TM joint problem، عندي example مثلا ثاني انه راح يصير عندي attrition نتيجة traumatic interference attrition بالتيث. زين، when early primary tooth loss occurs، بهالحال راح احتاج corrective measures، راح نعيدها مرة ثانية، اما ان يكون passive اللي هو space maintainer، وأما أن يكون active اللي هو space regainer، وأحياناً أحتاج إلى combination between them حسب الكيس. المهم أنا شنو عندي؟ أنه أحصل بالأخير على normal process of occlusal developments. زين، إذا شنو space maintainer؟ space maintainer it is a fixed or removable appliance. الفيكست مثل الموجود عندي بهذه الصورة، هذا هو fixed appliance. اوكي، هذا fixed. زين، or removable appliance، مثل ايش removable appliance؟ like ال removable denture. فهو شنو فائدته؟ used to maintain the space، احافظ بي على space اللي صار بعد ال premature loss. شو قلت شخص بالبريماتشور لوس؟ انه يعني من قلعته او خسرته للتوث deciduous tooth بغير وقته. اوكي، سواء كان توث واحد او مجموعه تيث. فهنا انا مثلا هذا مطينا مثال على او صوره خليناها هنا، خليت لكم اياها للفيكس تايب. ريموفبل انتم كلكم تعرفوا ريموفبل، من عندي مثلا اكثر من توث زين، وبالأذر سايد مثلا هم عندي هنا نفد واحد او اثنين extracted tooth، اقدر امده واسوي partial، او مثلا عندي الانتيرير الانتيرير تيث مفقودة، فاقدر استعيض عنهم واخلي بهالحالة راح اخلي عندي partial denture، هم احصل من عنده aesthetic، هم احصل من عنده function، هم احافظ على phonetic مع الطفل. اوكي، هسه نحكي عن الobjectives of space maintenance. الobjectives يعني الأهداف. أول شيء شنو الهدف من عندي يعني راح أخلي space maintainer؟ أول شيء preservation of the primate space. primate space شنو؟ يعني the space اللي صار عندي after the premature extraction of a primary tooth. أوكي، راح أحافظ أنا على the space. اثنين، بالتالي راح أحافظ على the integrity of dental arch. زين، ومن راح يعني هم راح احافظ على السبيس، وهم راح احافظ على الانتجريتي اوف دنتال ارش، راح احافظ على نورمال اوكلوزال بلان الريليشنز يعني اوكلوزالي راح احافظ عليها. وبالنسبه للانتيريور سبيس مينتيننس، ان شود ايد ان استيتيك اند فونيتيك،
احنا ذاكرين مرة قبل انه يعني كSpace Maintainer for Interior Segments انه انا ما احتاج as Space Maintainer زين اذا قلعت ال A او قلعت ال B. ما راح يصير عندي shifting بالmidline. بس وين يصير عندي شيفتينج؟ إيش وقت من انه من اقلع السي. السي بالحقيقة هو سترونج توث، اوكي؟ فمن السي للسي اذا يعني سوينا اكستراكشنز لهذه الاريا من السي للسي، لا اي بهالحالة راح احتاج اخليه از سبيس مينتينر. بهالحالة راح يكون عندي شيفتينج، راح يصير عندي شيفتينج بالنسبه للتيل. فبهالحاله راح احتاج هم از سبيس مينتينر وهم هنا فور استاتيك اند اولسو فور فونيتيك. هاي بالنسبه للاوبجكتيفز اوف سبيس مينتينر. زين الريكويرمنت شنو؟ هل انه اوكي انا عرفت يعني اني احتاج سبيس مينتينر حتى يحافظ لي على المكان، راح اخليه بالاريا اوف اكستراكتد برايمري توث. زين بس اخليه قبل يعني غير اراعي بيه في النقاط، لازم مثلا ما يكون شارب، مغطي لي المنطقه كلها. هاي امور مهمه، يعني مو فقط يعني لازم يكون يعني مو فقط يحقق لي الهدف، وانما لازم يكون بيه في ريكويرمنتس معينه. هاي ريكويرمنتس اول شيء maintain the desired proximal dimensions، يعني يغطي لي كل الدايمنشنز اللي يعني يغطي لي سبيس كله، اوكي؟ prefer to be functionals، prefer to be functionals استفاد من عنده، زين انه استفاد من عنده for mastication، should not interferes with eruptions of occluding teeth. ايش اقصد بالoccluding teeth؟ اوكي occluding جايه من occlusion، يعني occlusion، اوكي جاي من occlusions يعني بالopposite side، ما يأثر لي على الeruptions مال الteeth الموجودة عندي بالopposite side، وما يأثر لي أيضا على الeruptions of replacing permanent tooth، يعني successor tooth، successor يعني tooth البديل، okay not interfere with eruptions of it and should not interfere with the speech، يعني مو خلي as space maintainer وخلاص وهو ممكن يعني ما مرتاح بالpatient، لا من يحكي لا من يأكل، okay؟ ف should not interfere with speech with mastication or functional movement and should be simple and strong. كل شيء simple زين راح يكون أكيد أفضل، وبنفس الوقت لازم يكون strong حتى يتحمل. Should not impose excessive stress on adjacent tooth. يعني لازم يكون عندي passive. ال space maintainer من ضمن requirement مالته من أخلي ما يسلط لي يعني قوة على ال adjacent tooth بحيث أنه نوبا يحرك لي أرثو يسوي له حركة orthodontic movements. Okay. فلازم يكون passive and easily cleansables. بسهولة يتنظف، ما يسوي لي يعني ما يكون منطقة تجمع الفود يعني impaction، وبالتالي راح يسوي لي dental caries لأن نعرف البلاك راح تتجمع وحصل caries، أو ممكن يسوي لي periodontal disease زين، يسوي لي soft tissue pathology يكون traumatic مثلا، يطخ بالتشيك يطخ بالتانج أيضا، ممكن يسوي لي pathology injury لهم and should not restrict the normal growth and function. لا يأثر لي على الgrowth ولا يأثر لي أيضا على الfunction. زين the factors affecting the planning for space maintainers. شنو العوامل اللي تأثر لي على the space maintainer؟ عندي عوامل بالحقيقة هم ذاكريكم 15 عامل، أني فقط اللي راح أشرحهم مطلوبة من عندكم، اللي هم راح أشرح أني 12 فاكتر، هم ذول اللي مطلوبين من عندكم، اللي هي أول شيء time elapsed since loss. هاي أول العوامل اللي تأثر لي على البلانينج ماتي، أخلي space maintainer ما أخلي ما أحتاج
او ايش راح اسوي، اخلي سبيس ريجينر. هاي من العوامل اللي تاثر لي علي. اول شيء التايم الابس سينس لوس. يقول if space closures occurs. ليش دا يقول if space closures occurs؟ يعني احتمال، معناها انه ممكن ما يصير عندي يعني closures. بالحقيقة انه احنا مو كل primary teeth من اسوي لها extraction حقيقة يعني وراها راح يصير عندي space closures او driftings بالadjacent teeth، لكن احنا نحكي على most common، غالبا يصير. لذلك اني لازم اخلي space maintainer. ليش؟ لانه اذا صار space closures ايش وقت يصير؟ يصير during the first 6 months after the extraction، يعني حتى متلاحق عليه. اذا صار يصير باول 6 اشهر من التوث extraction. So it is best to insert appliance as soon as possible after the extractions. يعني احد يسالكم شو وقت افضل شيء اخليه؟ as soon as possible. ايش قد ما تستعجل تخلي السبيس مانتينر ايش قد ما يكون افضل. زين، لانه اذا يريد يصير فهو الماكسيمم كلوجر يصير باول 6 اشهر افتر اكستراكشن. 2، شو العامل الثاني اللي ياثر لي على بلانينج ماتي السبيس مانتينر؟ هو الاماونت اوف سبيس لوس. اماونت اوف سبيس لوس يعني منو عندي اكثر واحد راح ياثر لي على سبيسك، يصير بي سبيسك لوجر اذا قلعت منو. اذا قلعنا الابر لوس اوف ماكسيلاري سكند برايمري مولر، يعني اذا قلعت الابر اي. اوكي اوكي، فاكثر توث ياثر لي ويسوي لي سبيسك لوجر هو الابر اي. إيش قد راح يسوي سبيس كلوجر الكل كويدرنز؟ راح يسوي لي 8 مليم. هذا الشيء مو قليل، 8 مليم الكل كويدرنز. يعني إذا قلعت بالبوث سايد إيش قد راح يصير عندي سبيس كلوجر؟ 16 مليم. أوكي، فبكل كويدرنز 8 مليم. هذا الأبر إي. الأبر إي منو اللي يجي ورا؟ راح يجي ورا بالأماونت أوف سبيس لوس اللور إي. أوكي، loss of mandibular second the primary molar. هو إيش قد راح يسوي amount of closure؟ 4 مليم in quadrants. إذن هسه الترتيب، أول شيء upper E ويجي وراء منه lower E. upper 8 واللور 4 بكل quadrants. أوكي، نجي على loss of upper or lower first primary molars. لقوا أنه upper D واللور D هما equal amount of space closures. يعني شوفوا شقد الـ E مهم، ناخذهم بالتسلسل الـ upper E بعدين الـ lower E وبعدين بالمرتبة الثالثة راح يجون الـ D. اثنيناتهم equal سواء upper أو lower نفس الـ space closures. space loss space loss potential is particularly high if the primary molar loss occurs in approximation to first permanent molar eruption. يعني شنو؟ يقول هنا irrespective of which primary molar is lost and in which are the loss occurs. خلنا نشرحها هنا على الصورة أفضل. يقول أنه the space loss يكون عندي هاي وبأعلى حالاته إذا الزمن ويا من ويا الـ eruptions of first permanent molar ويا الـ eruption of 6 ويا الـ eruption of 6. خلنا ناخذ هسه هنا على هذه الصورة. شوفوا هنا الـ E extracted وهذا عندي هنا 6. فإذا صار أنه أني خسرت التوث بنفس الوقت مع الإرابشن مع السكس، فرح يصير عندي high loss of space.
نفس الشيء بالنسبة للدي. هنا أنا عندي هسه هذا، هنا أنا عندي أني loss of E، وهنا أنا عندي هذا loss of D. همين صار عندي space closure، وهذا عندي 6 هيادة. اوكي هذا 6 هيادة. فيقول يصير عندي إذا قلعت البرايمري مولر بغض النظر أنه هو D E، اوكي بغض النظر عن الـ يعني سواء كان first or second the primary molar، وبغض النظر أنه هو موجود بالأبر جو أو باللور، أوكي okay. إذا كان بنفس الوقت time mal eruptions of permanent first molar اللي هو six، فهذا راح يحصل على هنا ندي ذكر لكم أنه راح يكون potential is particularly high space loss. okay. زين. أما إذا ال permanent اللي هو six permanent first molars واصل للأوكلوجن، طالع كامل واصل للأوكلوجن، وإجيت أني قلعت ال primary molar، زين راح بهالحالة راح يكون تأثيره أخف. فيقول after the first permanent molar have erupted into occlusion، واصل للأوكلوجن، a loss of second the primary molars may still result in significant significant space closures. ال E طبعا هو احنا راح نجي ان شاء الله راح نشرحها بعد بالسلايدات الثانية. زين يقول انه راح يكون تأثيره اخف، بس وين تأثيره اكثر شيء؟ اكثر شيء تأثير راح يكون على ال E، اكثر شيء تأثيره يكون على ال E. لكن ال loss of first primary molar with retentions of second primary molar راح يعطيني عندي minimal amount of space closures. ليش؟ لأنه second primary molar راح يعتبر as a buttress، يعني فد شون دعامة أو يعني راح يمتص. خل أشرح لكم إياها، نرجع الصورة أصور حتى يعني حتى نفهمها أكثر. يقول هسه احنا خلصنا انه اذا كان بالتايم اوف اربشنز وقلعت الاي او قلعت الدي، وهو وبعده هو يريد يطلع السكس، فبالتالي راح احصل على هاي اماونتس اوف سبيس كلوجرز. زين لكن شو يقول اذا السكس اربتت طالع مكانه واصل للاوكلوزال بلين، وإجيت أني قلعت الإي يقول همينة راح أحصل على high amount of space closure. ليش؟ ما عندي فشي ناني يوقف للسكس. يقول بينما للدي إذا إجيت وقلعت وأنه السكس واصل للأوكلوزال بلين، أوكي وإجيت قلعت الدي، هنا space closure عندي راح يكون أقل. ليش space closure؟ لأنه ال E إذا ال E طبعا موجود. ليش؟ لأن ال E راح يكون كرادع أو يعني راح يمتص القوة مال 6، مو ما يصير للتالي space، بيصير بس أقل قليل، مو مثل ما أنه لو أني قالعة ال E. زين الصور واضحة بعد، وإذا عندكم عليها سؤال يعني عادي نشرحها مرة ثانية. Rate of space closures. The younger the patient, the more space lost. كل ما كان الطفل أصغر، كل ما كان عندي space lost راح يكون أكثر. ليش؟ لأنه راح يبقى عندي فترة طويلة يعني not erupted permanent tooth، فبالتالي راح أحصل على space lost يكون أكثر. الماكسيموم سبيس لوس اكر during first 6 months after extractions. هذا الماكسيموم سبيس لوس. زين الاميديت لوس شو كتي يصير؟ يصير ضمن 76 ساعة after extractions. احنا قلنا انه الماكسيموم سبيس لوس after 6 months من الاكستراكشن، وتخيلوا اكو اميديت
immediate loss انه اني قلعت ب 76 ساعه، يعني ايش قصد 76؟ يعني 3 ايام و4 ساعات. اوكي، ب 76 ساعه يصير عندنا immediate lost. العامل الاخر اللي اثر لنا على ال space maintainer planning for space maintainer هو the eruption status of the adjacent teeth اللي هي هسه همينا حكيناها الاكس راي اللي هسه شرحنا عليها. قلنا انه اذا هنا مطين الاكزامبل، اذا first primary molar is lost دي فقدته بالتايم مال eruption of 6 زين، بنفس الوقت راح ياثر لي لولا، قلنا ياثر ما طول عندي، يعني هاي حفظوا، ما طول عندي اني eruption دي يصير بال6 سواء قلعت الدي او قلعت الاي راح يعني يصير عندي هاي سبيس كلوجرز زين، هاي سبيس كلوجرز. ومثل ما قلنا انه لا، من يصير واصل للكلوزال بلين اوكي فراح يكون تاثيره قليل على اليمن في حال انه اني قلعت الدي، اذا 6 واصل اوكلوزال بلين وقلعت الدي فراح يكون تاثيره قليل. ليش؟ لانه الاي موجود عندي يصد لل6، بينما لو قلعت ال6 لو قلعت الاي زين، وحتى لو 6 واصل اوكلوزال بلين يقول لا راح يتاثر راح يصير بيدرفتنج، بس هنا شلون راح يكون هنا ايش ده يقول انه راح يكون ليس دراماتيك. less dramatic راح يكون اوكي. العامل الاخر اللي اثر لي على البلانينج فور سبيس مينتينر هو amount of bone covering the unerupted tooth. amount of bone ايش قد عندي بون يغطي لي الunerupted tooth. عاده احنا شو نقول؟ نحكي نقول على root developments، نقول إذا شفتوا ثلثين root formations للpermanent tooth يعني معناها tooth راح يطلع، مو هالشكل نقول. predictions of tooth emergence، شنو predictions؟ predictions يعني تنبؤات للtooth emergence، يعني eruptions مات إنه أنا أتنبأ اعتمادا على root developments. فاعتمادا لو اجي اقارن الروت ديفلوبمنتس بكميه والاماونت اوف بون كفرينج ذا ان اربتد توث راح يكون الروت ديفلوبمنت تز نوت ريليابل، يعني ما راح اعتمد عليه على الروت ديفلوبمنتس بهالحاله. يعني منو اللي راح يفوز عندي بهالحاله؟ اماونت اوف بون كفرينج. يعني لو هسه يعني بمثال بسيط انه مو عندي اني امباكتد تيث، مرات اشوف روت كامل يعني هو توث كامل هو والروت مالته بس it is impacted not erupted، ليش؟ يعني عندي فوقه بون. زين هنا ايش يقول؟ يقول if the bone covering the developing permanent teeth has been destroyed by infection in such a situations the emergence of the permanent tooth is usually accelerated. يعني اشوف التوث ما متكون عندي ثلثين root formations، ما متكون ثلثين root formations، بس من اجي اباوة على البون بالاكس راي اشوف ماكو بون. مثلا التوث يكون يعني كان badly carious with periapical lesion pass، هذا كله يأثر لي على البون، يأثر البون راح يكون destroyed by infection. يعني ثم نقول يعني destroying the bone okay. فمن حطمها للبون حتى لو ما متكون عندي ثلثين root formations أتوقع tooth emergence، أتوقع eruptions مات. ليش؟ لأن ما مغطي لي ما عندي فوقها بون، ماكو فوقها بون، بالحالة eruptions my permanent tooth will be accelerated، يعني راح يتسرع. If there is bone, إذا أكو bone covering the crowns, it can be readily predicted that eruptions will not occur for many months. إذا أكو bone معناها راح يتأخر. فبهالحالة
الحالة من أني مثلا قلعت البرايمري توث وشفت بالإكس راي بعدها بعيد نقول بعيد التوث. فانسيرشنز اوف سبيس مينتيننس ابلاينس از انديكيتد، بهالحالة أني لازم أخلي سبيس مينتينر من أشوف أكو بعد بون هواية يغطي لي الروتس، عفوا يغطي لي البيرمننت توث، فبهالحالة أني فلازم أخلي سبيس مينتينر. البون عامل مهم، عامل مهم البون. أوكي، إذا شفت بون ماكو وما متكون لي سوستيان روت فورميشنز أتوقع راح يصير بي إربشنز. إذا بالعكس ممكن يكون متكون روت وبون يعني ماكو وعفوا بون موجود، لا يعني أتوقع البون عامل مهم. ماشي، نجي هسه guideline راح يطيف guideline for predicting emergence. قلنا predicting يعني تنبؤ أنه فهذا الجايدلاين ذات اربتنج بريمولرز، هنا منطينا على البريمولرز عاده راح تحتاج 4 الى 5 مانس تو موف ثرو 1 مليم اوف بون. يعني من اشوف بالاكس راي عندي هو من هم البريمولرز الفور والفايف، مو صحيح؟ حتى بس يعني شويه حتى تحفظوها بسهوله، عندي الفور والفايف، فور والفايف. اذا كل واحد مليم من البون يغطي لي الفور والفايف يحتاج 4 الى 5 اشهر، 4 to 5. اوكي، ال4 وال5 كل واحد مليم يغطيهم يحتاج 4 to 5، هو هم يعني 4 و5، هاي حتى ما تنسوها. فمثلا اذا شفت 2 مليم فوق ال4 وال5 ايش قد راح اتوقعها حتى يطلع؟ راح اتوقعها 8 الى 10 اشهر، لانه ال1 مليم 4 الى 5 اشهر. اوكي، هاي شلون احصلها؟ عن طريق البايت ويك راديوغراف. العامل الاخر هو الاربشن ستاتس اوف ذا سكسسر توث. قلنا شنو السكسسر؟ يعني البديل اللي هو منه، اللي هو البيرمننت توث، اللي هسه هنا راح يعتمدون شلون يحسبوها، شلون يحسبون الاربشن ستاتس اوف سكسسر توث. هو نفس التوث، ما لي علاقه هسه اني بالبون كفرينج. هسه احنا حكينا على البون كفرينج ذا توث، هسه راح ارجع اني احكي على التوث نفسه. من اشوف التوث سوسيان روت فورميشن معناها شنو؟ معناها اتوقع راح يصير بي اربشنز ريجاردليس ذا كرونولوجيكال ايج اوف ذا تشايلد. شنو الكرونولوجيكال ايج اوف ذا تشايلد؟ يعني الايج ان ييرز، بغض النظر عن عمره للبيشنت، بس اشوف سوسيان روت فورميشن اتوقع راح يطلع. However, the eruption time of permanent successor may be delayed or accelerated after a premature primary tooth loss. هنا يذكرنا أنه eruption time of permanent successor may be delayed or accelerated. Eruption time ممكن أن يتأخر أو ممكن لا بالعكس. يصير بي accelerations after premature primary tooth loss. يعني أنا من نسوي premature tooth loss إحنا راح نفكر نقول إنه هل يعني عفوا هل إنه ال permanent tooth راح يطلع بسرعة لو راح يتأخر؟ فممكن يصير بي delay وممكن لا بالعكس يطلع بسرعة. هذا اعتمادا على شنو؟ اعتمادا على developmental status، developmental status the tooth، the bone density of the area، البون اللي يغطي لي التوث هل هو destroyed، هل هو مثلا لا يعني موجود و thick density يعني dense bone، and the nature of primary tooth loss، طبيعة ال primary tooth loss، هل انه مثلا كان عندي يعني body carriers with preapical lesions destroying البون الموجود عندي. فإنه اعتمادا على هاي النقاط، اعتمادا على هذه النقاط الموجودة عندي على developmental status ما التوث نفسه، هل متكون عندي sustained root formations، هل أكو بون فوقه، هل أنه primary tooth اللي قلعته هو سبب لي destroying للبون. أوكي، فهاي كلها عوامل من خلالها أني أقدر أعرف التوث اللي قلعته راح يصير بي
يعني انه عفوا البيرمننت توث راح يصير بي اكسلريشنز للاربشنز، لو بالعكس راح يصير بي ديلي للاربشنز. لكن اكو فد شيء انه يعني الفيري ايرلي لوس، الفيري ايرلي لوس بيفور سيجنيفيكانت روت فورميشنز اوف بيرمننت سكسسر يوجوالي ريزلتس ان ديلي اربشن تايمينج. عاده اللي يكونون كلش صغار بالعمر واني اجيت اللي مثلا عمره 3 سنوات وقلعنا لهم، او 4 سنوات وقلعنا له الدي او قلعنا له الاي، اوكي اللي البيرمننت سكسسر الا بعد ما متكون، يعني قبل السيجنيفيكانت روت فورميشنز، بعد ما متكون عندي ثلثين روت فورميشنز او يعني ما متكون اساسا الروت الا مثلا تلقاه بس كراون، اوكي فهذا الفيري ايرلي لوس ايش راح اتوقع من السكسسر توث؟ راح يصير بديلي بالاربشنز. اوكي فاذا الفيري ايرلي لوس، الفيري ايرلي لوس راح يسالك البيشنت، راح عفوا مثلا البارنتس يسالوك راح يطلع؟ لا نقول له لا ممكن يتاخر، ممكن يتأخر. اوكي زين. dental age of the patients، dental age of the patients زين. it is the age calculated by the last tooth erupted in the oral cavity in normal eruption sequence. اذا شو يقصد بال dental age of the patients؟ انه هو ال age اللي احسبه by the last tooth erupted in the oral cavity، هاي بحالة النورمال eruption sequence اللي بحيث بأنه recognizing the teeth clinically in comparison with dental arch. من أجي أنا أقارنها بيمن بالdental arch. شو يقصد بالdental arch؟ عفوا dental charts. أوكي الdental charts اللي هي اللي تكون الستاندرد، الستاندرد تشارت. مثلا انا عندي الانتيرير تيث اعرفها شو وقت التايم مال اربشن مالتها، يعني من عمر 6 الى 9 سنوات. اوكي ف من عمر او مثلا 6 شو وقت التايم مال اربشن مالت اعرفها تقريبا بحدود الست سنوات. فمن اقول للبيشنتس open your mouth زين واشوف انه last tooth erupted من هو النيولي erupted one، اقدر من خلاله يعني اقدر اقدر عمر البيشنت. او مثلا من يجيبوا لكم OPG ويقول لك قدر لي عمر البيشنت، فاني شلون راح اقدر عمر البيشنت؟ اقدر عمر البيشنت على last tooth erupted زين مقارنه بمن مقارنه بالdental charts. اوكي زين. The chronological age of the patient is not as important as the developmental age. منو اللي عندي اهم؟ شو يقصد chronological age؟ يعني قلنا الايج in years، عمر البيشنت هو مو مهم مثل developmental age of the patient. developmental age هذا يعني مثلا اشوفه عمره صغير للبيشنت بس طالع له الفور والفا. مرات يجون عمره 7 سنوات اشوف عنده دا يطلع الفور او دا يطلع الفايف، ومو بهالعمر يطلع تقريبا 10 الى 12 سنة. اوكي فمنو اللي عندي اهم؟ اذا developmental age هو اهم من chronological age of the patients. delay eruption timing may alter normal transitional adjustments in arch length, arch width and arch circumference. delay eruption time من اشوف عندي اسنان اوكي وصار بها delay eruptions، فبالحاله راح ياثر لي ياثر لو ما راح ياثر لي على الاكلوجن مالتي وعلى ياثر طبعا. اوكي هذا delay بالeruptions راح يأثر لي على normal transitional adjustments. نقول adjustments بالarch length, arch width, arch circumference بشكل عام، يعني راح يأثر لي على occlusion مالتي.
بالديلي اربشن. اصلا اذا اني مثلا فاقده البرايمري وصار نورمال اكسفوليشنز وبعدي ما طالع البيرمننت توث ممكن راح ينسد السبيس انتي بهالحاله، فاحتاج اخلي سبيس مينتينر. سيكونس اوف ذا اربشن اوف تيث، السيكونس knowing the eruption sequence is important. هذا الشيء عندي مهم. السيكونس يعني شنو؟ يعني اعرف which tooth erupt before the others، يعني اعرف انه اني مثلا الماكسيلاري سنترال يطلع قبل اللاترال. اوكي اعرف مثلا عندي الفور يطلع قبل الفايف، اعرف الفايف يطلع قبل السيفن. فهذا الاربشن سيكونس از امبورتنت. هنا معطيني اكزامبل اف دي مانديبولار سيكندز برايمري مولر، يعني ال الاي از بريماتورلي لوست اند مانديبولار سيكندز بيرمننت مولر از اربت، واذا السيفن طلع بيفور ذا اربشنز اوف سيكندز بيرمننت مولر. يعني شو يقصد بيها؟ هسه نجي نشرحها بالتفصيل. زين يعني اذا سوينا احنا اكستراكشنز للاي وبنفس الوقت صار عندي اربشنز المن اربشن للسيفن تمام، والفايف بعده ما طالع، سوينا احنا اكستراكشن للاي وصار عندي اربشن للسيفن والفايف بعده ما طالع، يعني هو المفروض منه المفروض الفايف الاول يطلع وبعدين السيفن وليس العكس. فبهالحاله اني احتاج انه اخلي سبيس مينتينر. ليش؟ لان اذا ما خليت سبيس مينتينر بهالحاله راح شو يسوي السيفن؟ راح يسوي يعني يسلط دي فورس على السكس، وبالتالي السكس راح يسوي لي درفتنج ميجرلي وياخذ السبيس المفروض انه يعني يكون هذا السبيس هو انما مهيئ فور اربشنز اوف 5. اوكي العامل الاخر اللي هو الديلي اربشن اوف ذا بيرمننت توث اند ديلي اربشنز للبيرمننت tooth by مثل ايش؟ مثلا عندي over retained or ankylosed a primary tooth او عندي impacted permanent tooth can result in delay in the eruptions process. اذا the primary tooth ankylosed او the permanent tooth impacted، شو وقت قلنا يصير impacted؟ مثل يكون مثلا هو يعني كامل ورود كامل بس بعيد ومتغطي ببون هواية، فبهالحالة راح يصير عندي delay بالإربشنز of permanent tooth. وأكو بعد حالة هم ذكرناها من أنه نسوي extractions هو very early premature extractions of tooth بحيث أنه أني there's يعني not significant root formation لل permanent tooth، يعني بعده ال permanent tooth ما صاير بي root formations وأني سويت extraction. هاي هم قبل شوية حكيناها قلنا هذا أيضا راح يسوي delay بال eruptions of permanent tooth. فبهالحالة أني أحتاج لو ما أحتاج أنه أخلي space maintainer حسب طبعا حسب ال case، يعني كل case لها requirements معينة. زين انه يحتاج اخلي بها سبيس مينتينر او ما يحتاج. مثلا نقول with the removal of these types of primary teeth، طبعا هو كل يعني بهالحاله من اني اشوفه وعمر البيشنتس وما زال انه عندي retained مثلا البرايمري توث والبيرمننت موجود جوا، مثلا هو عمره 10 سنوات وبعد الاي موجود، فبهالحاله راح اضطر انه نسوي له extractions removal of these types of primary teeth. فال appliance may be needed to hold the space until the permanent tooth erupt into its normal positions. okay فاحيانا نحتاج نخلي او مثلا مو شرط الانتيرير
بالنسبة نحكي على المولرز أيضا، فبهالحالة راح أحتاج أنه أخلي سبيس مينتينر إلى أن يعني يطلع التوث بمكانه الصحيح، وإلا معناها راح يصير عندي driftings from the adjacent teeth ويسوي لي closure للأريا. أوكي، مثلا عندنا هذا هذه الصورة، شوفوا هذا التوث. اوكي، ادي هذا الاي ريتينز، هذا ريتين توث انكلوز توث، بحيث هنا شوفوا طالع طالع الفور، طالع السكس، طالع السفن، واحنا قلنا احنا لازم الفايف يطلع قبل قبل السفن. فهذا بهالحالة أنا إذا شلته، إذا شلته وهذا راح يطالع السفن، راح أكيد يسلط لي فورس ويسد لي سبيس، بعد ما يعني ما استفاد من إكستراكشن شيء. بس اللي صار شنو، سويت أنا إكستراكشن للإي وخليت سبيس مينتينر مثل هذه الصورة. أوكي، خليت سبيس مينتينر، وبعدها شوفوا شلون قام يتحرك التوث هنا عندي، ووراها وصل للأكلوزال بلين. اوكي، هذا كله انه عندي delay eruptions of permanent tooth، فهاي كلها اعتمد بها طبعا على الاكس راي. available space، هذا عامل رقم 10. Evaluations of available space should perform to determine whether the deficiency is developmental or a result of a pre-existing conditions. أنا من سا يعني أشوف السبيس الموجود عندي، هذا الديفيشنسي اللي دا أشوفه بعيني كلينيكالي، هل هو developmental؟ احتمال أنه الأرتش يعني مال patients هو صغير، وتعرفون permanent teeth يعني تكون كبيرة أكبر من primary teeth، فهل هو developmental or as a result of a pre-existing conditions؟ يعني شنو pre-existing conditions؟ ممكن أني مسوية premature extractions primary tooth وال adjacent teeth ماخذة space مادة. فبهالحالة the space analysis شو تتحلل، conducted in the mixed dentition will aid the practitioners in the predicting in the amount of the available space for the unerupted permanent teeth. يعني احنا راح نقرر بهاي الحالة، احنا راح نقرر انه هذا space هل هو كافي، كافي انه لل unerupted permanent tooth يطلع بي، لو مو كافي هذا space. Decisions may be made on the type also of appliance انه انا اخلي space maintainer or space regainer is appropriate. خلنا نعطي example. احيانا اجي اشوف خصوصا تحدث بالانتيرير anterior segments، بحيث احنا نضطر نسوي serial extractions، يعني احنا predictings. انا اجي اشوف permanent tooth ده يريد يطلع بس محاصرة lateral، اوكي، او اللاترال ومحاصرة السي، فنضطر نتدخل. اني اقرر ان هل انه فقط اذا اقلع الاي هو كافي يطلع لي البيرمننس السنترال، لو لا. وطبعا ومرات لا، يعني الا طبعا باكس راي احيانا، واحيانا لا ممكن انه انت تشوفه بعينك، احيانا لازم اكس راي اشوف اني بريدكتينج هذا السبيس كافي يطلع بي السنترال ويقعد بمكانه الصحيح. لو اني لازم اقلع مو بس الاي، اقلع الاي واقلع البي حتى دي يطلع لي السنترال. اوكي، فهذا الافايلبل سبيس والسبيس اناليسيس احنا نسوي، احنا يعني احنا نحدد ايش راح نسوي. اضافه لذلك مثلا عندي بال يعني posterior teeth الدي او الاي، يعني decisions راح يكون هل اني احتاج اخلي بس سبيس مينتينر واحافظ على السبيس الموجود الافايلبل سبيس يكون كافي حتى يطلع لي عندي permanent tooth، لو اصلا السبيس ما كافي بحيث انه اضطر اسوي سبيس ريجينر. اوكي، عندنا congenital
absence of the permanent tooth. هذا factor number 11, congenital absence of the permanent tooth. هاي تحدث هواية انه اني صغير نقول انه التوث congenitally يكون absence, ما موجود التوث. ف before space maintenance, قبل ما اني اقرر اخلي space maintainer بهالمكان, في the presence of normal successors, هذا عامل مهم جدا. وهذا شلون اشوفه؟ radiographically, radiographical evaluations. اوكي, radiographical evaluations, هذا اني اقرره. يعني اذا ما طول عندي اشوف البيرمننت توث مو موجود, absence للبيرمننت توث, فبهالحاله احنا الدنتست هو اللي يقرر يخلي سبيس مينتينر لو يعوفه ويخليه ينسد by eruptions of adjacent teeth. يعني مثلا نعطي example, الاي قلعنا والفايف ماكو, missing congenitally missing tooth. اوكي, ومن اجت اخذت او بي جي لقيت انه هو bilaterally missing الفايف, ما موجود لا بالرايت ولا بالليفت سايدز. فاني بهالحالة يفضل انه من قلعت الاي, اوكي, يفضل هالحالة عوف ينسد السبيس, ماكو داعي الاي من الاذر سايد, اقدر اقلعه واخلي ينسد السبيس بعد ما احتاجه اني. واما لا, من يعني ممكن اشوفه unilateral missing tooth, الفايف بالاذر سايد موجود وبس عندي missing one side. اوكي, فبهالحالة ايش راح اسوي؟ ممكن اخلي space maintainer until a fixed replacements can be provided. مثل ايش fixed replacements؟ ممكن اخلي يعني space maintainer الى مثلا يصير عمره 18 سنة البيشنت, واسوي له implants. فهذا هذا اللي قرره يعني احنا وحسب الكيس مال patients. فاكتر نمبر 12 اللي هو الابنورمال اورال ماسكوليتشر, شو قصد بهم؟ يعني muscles and الابنورمال اورال habits. زين, they will exert abnormal pressures. بالنسبة للabnormal oral musculatures, الabnormal the pressures of muscles, يعني على the dental arch, this may influence the planning and the type of space maintainers. ممكن يتأثر لي. ليش؟ لأنه لقوا strong mentalis muscles. هسه اللي راح أراويكم إياها وين صار mentalis muscles. هذه strong mentalis muscles ممكن تسلط لي فد negative effects after loss of mandibular primary molars or canines. إذا قلعنا mandibular primary molars, قلعنا D أو قلعت ال E أو قلعت ال C, okay, canines primary canines, فنلاحظ إذا عندي strong mentalis muscles راح أسلط لي negative effects على الأريا, على هاي الأسنان, بحيث شو تسوي؟ تسوي لي collapse للأرش وتسوي لي distal driftings of the anterior segments. يعني إذا قال عاني ال C, فش راح يصير؟ راح يصير عندي distal drifting للcentral واللاترال, راح يصير بيها drifting وshifting كلها, يعني راح يصير بيها distal. أو إذا قلعنا D راح يصير shifting أيضا distally المن للكناين, نتيجة الفورس مال منو؟ مال strong mentalis muscles. هسا نشوف المنتاليس muscles, هذه المنتاليس muscles اللي كبرها لكم, هذه هي المنتاليس muscles. اوكي, تأثر على منو؟ تأثر لي على الانتيريور سيجمنتس, تأثر على الانتيريور سيجمنتس بحيث يسوي بيها shifting distally.
هي عندهم المنتاليس ماسلز، عندي تو، وحدة هذه وحدة وهذه الثانية. اوكي بالنسبة للهابتس، abnormal habits اللي هي thumb or finger habits. زين، may similarly produce abnormal forces in initiating collapse of the dental arch after untimely loss. بالنسبة للhabits like thumb or finger يعني habit، أيضا ممكن ينطيني abnormal force يسلط لي على الدنتال arch بحيث يسوي لهم collapse. زين، بحالة أنه أني صار عندنا untimely loss يعني premature loss of primary teeth. خليت لكم هذه الصور هنا أنا حتى نشوفها، شوفوا نتيجة thumb sucking زين شلون يسوي لي collapse بالدنتال arch. وهنا أنا يعني أعرف راح تقولون شنو التريتمنت وشنو نسوي حتى نتجنب نوصل لهاي المرحلة. فهذا طبعا خارج الموضوع، بس هذا هو هابت بريكر. أوكي، هذا واحد من أشكال الهابت بريكرز، خليت لكم إياه هنا حتى تشوفوا بالصورة. أوكي and thank you. وأي سؤال عندكم اكتبوا لي بكومنتس.